السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا الجزء من النافذة. وصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع أعمال الصيانة والترميم في أنحاء المسجد الأقصى المبارك، وذلك لليوم الثالث على التوالي في محاولة لفرض سيطرتها وسيادتها في المكان، حيث اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم 6 موظفين من لجنة الإعمار التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، وذلك خلال أداء عملهم في ترميم وصيانة قبة الصخرة المشرفة. من جهة أخرى، اقتحم أكثر من 10 مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس من جهة باب المغاربة تحت حماية عناصر من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة وسط تكبيرات من المصلين. وينضم إلينا مباشرة من مدينة القدس المحتلة الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك. أهلا بك معنا شيخ عمر، كيف تنظر إلى هذا التصعيد الأخير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال 6 من الموظفين في لجنة الإعمار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لاعتقال موظفي الإعمار، هذه الهجمة على دائرة الأوقاف هي منذ أكثر من 10 أيام، حيث سبق اعتقال عمال الآثار، اعتقال حراس المسجد الأقصى أكثر من 6 حراس، وتم إبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك دون أي حجة، ولكن حجج واهية كانت. واليوم يتبع هذا التصعيد، البارحة اعتقال 4 من عمال الآثار، واليوم من عمال الإعمار في المسجد الأقصى، واليوم اعتقال 6 على رأسهم المهندس بسام الحلاق مدير المشاريع في داخل قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك. فهذا التصعيد نحن ننظر إليه بعين الخطورة، وتدخل مباشر في إدارة الأوقاف للمسجد الأقصى المبارك، واعتداء على الرعاية الهاشمية والمواثيق الدولية التي متعارف عليها منذ احتلال القدس والمسجد الأقصى منذ عام 1967. لم يسبق أن حصل اعتقال لعمال الإعمار إلا هذا البارحة واليوم، وتم طبعا إبعاد المهندس بسام الحلاق لمدة 5 أيام اعتبار من هذا اليوم. طيب، إذن كما تقول شيخ عمر، هي وقائع جديدة، لم يحدث اعتقال لعمال الإعمار إلا في هذه الوقائع الأخيرة، إذن ما هي دلالتها، خاصة وأن شرطة الاحتلال تمنع أعمال الصيانة والترميم في كافة أنحاء المسجد الأقصى المبارك لليوم الثالث على التوالي؟ الدلالات واضحة أخي الكريم، هي بسط سيطرة وهيمنة على المسجد الأقصى المبارك بكل ما فيه، حتى المساجد المسقوفة قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك، لأن مشاريع عدة قد منعت من قبل الاحتلال في داخل المسجد الأقصى المبارك منذ سنوات عدة، نذكر منها أيضا قبل شهر تقريبا عمل ماسورة إلا أن يتدخل ما يسمى بمدير الآثار أو سلطة الآثار الإسرائيلية، أيضا في داخل قبة الصخرة هذا التدخل دون التنسيق مع سلطة الآثار، هذا تدخل في إدارة المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال ليس له إلا الناحية الأمنية بحكم أنه محتل، ولكن شؤون المسجد الأقصى المبارك هي في إدارة الأوقاف وبرعاية المملكة الأردنية الهاشمية بكل عمل ينجز في داخل المسجد الأقصى المبارك. لذلك يعني هذه دلالات بسط سيطرة، فرض واقع جديد على دائرة الأوقاف وموظفي وحراس المسجد الأقصى المبارك. ما هو هذا الواقع شيخ عمر الذي تقصده؟ you
نحن نقول عن هذا الواقع الذي تمارسه شرطة الاحتلال طبعا ببرنامج ممنهج ومبرمج من الحكومة الإسرائيلية بالتدخل في كل شؤون المسجد الأقصى، من أعمال الترميم لقبة الصخرة، أعمال الصيانة، أيضا الحراسة، كل شيء. لا تستطيع أن تدخل أي شيء إلى المسجد الأقصى المبارك إلا بتدخل شرطة الاحتلال ومنعها لأي عمل أن يقام في داخل المسجد الأقصى المبارك. فمشاريع عدة هي معطلة في داخل المسجد الأقصى المبارك، مشاريع أيضا باب الرحمة مغلق منذ أكثر من 20 عاما، مطهرة باب الغوانمة التي كان المفروض أن تفتتح في شهر رمضان المبارك أغلقت وصودرت مفاتيحها. أيضا هناك يعني كثير من الأعمال التي قامت بها شرطة الاحتلال ما قبل شهر رمضان وما بعد أيضا شهر رمضان فيما يخص في الاستهتار وأيضا الاستهداف الواضح لدائرة الأوقاف وموظفيها بعد استهداف المصلين، فالآن الاستهداف حراس المسجد الأقصى، موظفي الإعمار ودائرة الأوقاف أيضا بكل أعمالها التي تقوم بها في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك. طيب، الخارجية الفلسطينية كانت قد أصدرت بيان منذ يومين استنكرت فيه هذه الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة والمستمرة بحق المسجد الأقصى، واستنكرت أيضا تعليق شرطة الاحتلال لافتة عند باب المغاربة. هذه اللافتة جاء فيها إن ما يسمونه جبل الهيكل إذا تم الصعود إليه فلا بد من الحصول على إذن مسبق من السلطات الإسرائيلية. ما الذي يعني ذلك؟ هذه اللافتة وجدت يعني ربما قبل شهر رمضان المبارك، هي اللي من أجل تشريع الاقتحامات التي يقتحمها هؤلاء المتطرفون بحماية الشرطة والقوات الخاصة، تشريعها والدخول تحت حماية الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة، وهذا ما يحصل منذ عام 2003 حتى هذا الآن، لأن سلطات الاحتلال فتحت باب المغاربة من طرف واحد وأدخلت ما يسمى ببرنامج السياحة، ومن خلال برنامج السياحة دخل المتطرفون الذين يؤدون صلوات تلمودية بحماية الشرطة والقوات الخاصة، يجولون جولات استفزازية في داخل المسجد الأقصى المبارك، فهذا تشجيع لهؤلاء المتطرفون حتى يقتحموا المسجد الأقصى بأعداد أكبر وأكثر، وتشريع هذا من خلال الشرطة الإسرائيلية ومن خلال أيضا أعضاء الكنيست والحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستهدف المسجد الأقصى، سواء كما كان سابقا بالتقسيم الزماني والمكاني وغير ذلك من الاستهداف الممنهج والمبرمج للمسجد الأقصى المبارك. فلذلك نحن ننظر لهذه الإجراءات بعين الخطورة، فالمسجد الأقصى ليس إدارة الأوقاف والمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا الفلسطينيين فقط هم من يحمون المسجد الأقصى أو مسؤوليتهم حماية المسجد الأقصى، إنما المسجد الأقصى هو لكل المسلمين في أنحاء المعمورة، لمليار و17 مليار من المسلمين، فيتوجب على جميع الحكومات العربية والإسلامية الوقوف إلى جانب دائرة الأوقاف وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية والفلسطينيين من أجل إيقاف هذا الاستهداف الواضح لدائرة الأوقاف وموظفيها في المسجد الأقصى المبارك. أرجو أن تبقى معي شيخ عمر، وينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان سيد عبد الله العبادي، مدير متابعة شؤون القدس والأقصى بالأوقاف الأردنية. أهلا بك معنا سيد عبد الله. إذن استهداف دائرة الأوقاف الإسلامية ربما يعتبر تصعيدا جديدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كيف تتابعون ذلك؟ ألو، أسمعك سيد عبد الله، تفضل. تفضل يا سيدي، شو السؤال؟ أسألك عن استهداف دائرة الأوقاف الإسلامية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذا النحو، كيف تنظرون إليها؟ أخي الكريم، الحقيقة أن دائرة الأوقاف الإسلامية مستهدفة كما تقولون، نعم،
الآن التصعيد الأخير الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي واضح أنه يستهدف دائرة الأوقاف وموظفي الأوقاف ولجنة الإعمار، وهذا تغيير للوضع القائم أو محاولة تغيير للوضع القائم أو الوضع الراهن الذي هو مخالف للقانون الدولي والقانون الإنسائي ولقانون الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة ولقرارات منظمة اليونسكو. طيب. في الآونة الأخيرة خلال يومين الماضيين تم اعتقال حوالي 7 أشخاص من موظفي الأوقاف الإسلامية في القدس، حراس وغيرهم ورئيس قسم الإعلام وغير ذلك، وتم إبعاد جزء منهم حوالي 15 يوم والجزء الآخر حوالي 6 أشهر. هذا تصعيد غير مبرر من قوات الاحتلال أو من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتوقعنا أن الأمور تهدأ لأنه صار في اتصالات من الحكومة الأردنية مع من وزارة الخارجية مع سلطات الاحتلال، إلا أننا فوجئنا في هذا اليوم حقيقة لسلطات الاحتلال تقول لعمالنا في لجنة الإعمار في قبة الصخرة المشرفة ممنوع تشتغلوا. طب ليش يا عمي؟ بيعطوا ما لأنه أنتوا لازم تأخذوا رخصة من دائرة الآثار الإسرائيلية ومن بلدية القدس. قلنا لهم نحن لا نأخذ رخص ولا نأخذ إذن من أي ناس، لأنه هذا المسجد مسجدنا وهذا المكان مكاننا، وهذا تغيير للأمر الواقع. احنا أصلا هذا لأول مرة طلبكم، أنتوا ما بيجوز هذا الحكي تطلبوه. المهم استمرينا بالشغل، وبناء على استمرارنا بالعمل تم اعتقال أخواننا أول أمس وبالأمس. فبالأمس راح الأخوان على القوة على الشرطة يعني، وصدر وتم يعني الإفراج عن 4 الأخوان اللي في لجنة الإعمار، ومدير الأوقاف أعطاهم أمر بأنه لا يتوقفوا عن العمل ويمارسوا عملهم كالمعتاد اليوم صباحا. فاليوم صباحا الشرطة الإسرائيلية أتت إليهم واقتادتهم إلى اقتادت 5 منهم واقتادت مدير مشروعات لجنة الإعمار إلى الشرطة، وأبعدت مدير مشروعات لجنة الإعمار 5 أيام عن المسجد الأقصى. وهذا مخالف وهذا تصعيد واضح، هذا ضرب ومحاولة إضعاف دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وهذا الأمر مرفوض على الإطلاق. وتم في دورنا في وزارة الأوقاف تم إبلاغ وزارة الخارجية ودولة رئيس الوزراء. طيب هؤلاء الستة الذين اعتقلوا اليوم سيد عبد الله، هل تم الإفراج عنهم أم ما زالوا محتجزين حتى الآن؟ لا تم الإفراج عنهم الساعة 3:20 تقريبا، ولكن التصعيد الآخر أنهم أبعدوا مدير مشروعات لجنة الإعمار المهندس بسام الحلاق، أبعدوه عن المسجد الأقصى 5 أيام وأخذوا كفالة عليهم كلهم طبعا أثناء هذا الموضوع، لأنهم لما بيبعدوا واحد بيأخذوا عليه كفالة خاصية أنه يعني إذا بيرجع بده يدفع فلوس وبده ينحجز. فهذا تصعيد واضح هو إبعاد لأخواننا في القدس ولعاملينا في القدس عن المسجد الأقصى، إبعاد الحراس لأنها وجدت سلطات الاحتلال أن أخواننا صامدون مرابطون. طيب إذن سيد عبد الله، إبعاد المرابطين المصلين عن المسجد طيب الأقصى. إذن هو واقع جديد تريد قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلاله أن تمنع أعمال الصيانة والترميم عن المسجد الأقصى، بدوركم كيف ستتعاطون مع هذا الوضع؟ نحن في وزارة الأوقاف أخي الكريم نقوم بإبلاغ المعنيين في الحكومة الأردنية، لأنه لا نحن في وزارة الأوقاف يعني والإدارة العامة للأوقاف القدسية تتبع لنا، لكن لا اتصال لنا نهائيا مع سلطات الاحتلال. أخواننا في القدس هم يتصلون مع الشرطة الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع وبحكم أنه هذا يعني التنظيم بيكون إداري ما بين الأوقاف الإسلامية في القدس وما بين الشرطة، لا اتصال مع غيرهم نهائيا. ونحن في أوقاف عمان يعني في الوزارة ليس لنا اتصال نهائيا مع سلطات الاحتلال. نقوم بإبلاغ المعنيين في الحكومة الأردنية وزارة الخارجية ودولة رئيس الوزراء، وهم يقومون بدورهم بالاتصال حسب القنوات الدبلوماسية. وهناك جهود الآن تبذل من وزارة الخارجية ومن الحكومة الأردنية بهذا الخصوص. طبعا نحن في وزارة الأوقاف يعني أنا كمساعد أمين عام ومدير لمتابعة شؤون القدس والأقصى لا أعرف ماذا تم بالضبط، لكن علمت أن هناك اتصالات تجري ما بين وزارة الخارجية بإعلام السفير عن أمور معينة وإعلام السفارة في عمان عن أمور معينة.
لكن نحن لا اتصال بيننا وبينهم هؤلاء الأعداء. طب هل هناك تفاصيل حول موقف مشروعات الترميم والصيانة؟ يعني شيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى قال لنا منذ قليل وهو ما زال معنا من القدس المحتلة، قال إن العديد من مشروعات الترميم متوقفة حتى الآن بعد هذه الإجراءات الإسرائيلية. أخي الكريم، هناك أكثر من 19 مشروع معطل، وهذا واضح في تقريرنا السنوي إلى اليونسكو. نحن أعضاء في لجنة نحن أعضاء في اللجنة الوطنية للتراث العالمي، ونقوم بإعداد تقرير سنوي عن ماذا يتم، عن حالة الحفاظ على تراث البلدة القديمة في القدس وأسوارها، هذا الممتلك المدرج على لائحة التراث العالمي بطلب من الأردن عام 1981، وعلى لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 1982. وفي كل عام نقدم تقرير لليونسكو، وفي تقريرنا لليونسكو هذا العام واضح أن هناك 19 مشروعا معطلا داخل المسجد الأقصى، هي مشاريع الترميم، من أخطرها وأهمها مشروع الإطفاء من الحريق، هذا المشروع معطل. مشروع إنارة قبة الصخرة من الخارج، هذا المشروع معطل أيضا. وهناك مشاريع كثيرة أخرى يعني يطول الحديث عنها، لكن هناك أكثر من 19 مشروع معطل. أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الله العبادي، مدير متابعة شؤون القدس والأقصى بالأوقاف الأردنية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. عودة لك شيخ عمر كسواني مدير المسجد الأقصى المبارك. إذن كما استمعت لسيد عبد الله، هناك 19 مشروعا معطلا، من أهمية كما ذكر مشروع الإطفاء من الحريق ومشروع إنارة قبة الصخرة. برأيك ما مدى أهمية هذه المشروعات، وكيف سيكون مصيرها خلال الأيام المقبلة بعد تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟ أخي الكريم، يعني هذه المشاريع التي ذكرها عطوفة عبد الله العبادي هي فعلا مشاريع معطلة منذ فترة طويلة، يعني منذ استلامنا لإدارة المسجد الأقصى، وحتى الآن مشاريع كثيرة تعطلها سلطات الاحتلال، وهي غير معنية بأن تكون هذه المشاريع، كما قلنا هي تتحجج بحجج واهية، تتحدى القوانين الدولية، تتحدى أيضا الاتفاقات أيضا الدولية، فهي دولة فوق القانون تريد أن تمارس ما تمارسه بفرض واقع على المسجد الأقصى المبارك. لذلك هي ليست معنية، السلطات الاحتلال ليست معنية بتنفيذ أي مشروع في داخل المسجد الأقصى المبارك، لذلك يتوجب أيضا بالإضافة إلى الموقف المملكة الأردنية الهاشمية أن يتابع أيضا من ويدعم من الدول العربية والإسلامية، من أجل أن لأن المسجد الأقصى هو كما قلنا للمليار وسبع عشر مليار من المسلمين، ولذلك يتوجب على جميع المسلمين الوقوف جنبا إلى دائرة الأوقاف في القدس من أجل تنفيذ هذه المشاريع التي هي بالأهمية للحفاظ على المسجد الأقصى، والحفاظ على أيضا ما ورثناه من المسجد الأقصى من التراث وغير ذلك. طب أيضا في سياق ما نتحدث عنه من سلسلة الانتهاكات الأخيرة، هناك أكثر من 10 مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى الشريف صباح اليوم، وكانت هناك حماية من عناصر من قوات الشرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي. ماذا حدث خلال هذه المحاولة، خاصة وأن هناك العديد من المصلين كانوا متواجدين في المسجد الأقصى المبارك؟ نعم أخي الكريم، يعني هناك عدة مجموعات اقتحمت، ليس مجموعة من 10 أشخاص فقط، وإنما مجموع من اقتحم اليوم المسجد الأقصى في الفترة الصباحية 46 متطرف على تقريبا 4 مجموعات، وفي الفترة المسائية 3 في مجموعة واحدة، فمجموع من اقتحم الأقصى بحماية الشرطة والقوات الخاصة هم 49 من المتطرفين الذين في جالوا في المسجد الأقصى جولات استفزازية، منهم من قام بصلوات تلمودية، ومنهم من انبطح أرضا
هذا اليوم، ومن ثم تدخلت الشرطة وأخرجت بعد اعتراض حراس المسجد الأقصى على هؤلاء. وهذا ما يحصل يوميا في داخل المسجد الأقصى المبارك من جولات استفزازية من هؤلاء المتطرفون، الذين ما جولاتهم هي استفزازية، أداء صلوات في داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. شيخ عمر كسواني مدير المسجد الأقصى المبارك، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة. تتابعونا أيضا في نافذتنا لهذه الليلة. حكاية عم محمد عبد الجواد النحاس الوحيد والأخير بالقدس. عم محمد عبد الجواد النحاس الوحيد والأخير بالقدس يحكي لنا عن حكايته مع تلك المهنة التي امتهنها منذ فترة طويلة والتحديات التي يواجهها. نتابع. أنا محمد عبد الجواد من سكان مدينة القدس، مواليد مدينة القدس. والله أنا بشتغل في النحاس زي ما أنت شايف حسب ما موجود في المحل هون، يعني أنا النحاس الوحيد بالقدس. بشتغل شغلات نحاسية زي الفوانيس هدول اللي معلقين هون، وبلمع النحاس بنظفه وببيض النحاس، بصلح كل إشي قديم في النحاس. بيجي ألواح خام يعني بأطوال وأحجام معينة وسمكات معينة، في ميلي نص ميلي، تعرف أعشار أرقام يعني. وإحنا من في عنا شبلونات مثلا، الفوانيس هاي قطع، هذه مثلا قطع إحنا منقصها ومننقشها، ومن بعد ما ننقشها من الحمى بتصير ست قطع طلع معنا الشكل هذا، وهذه زيها وهذه زيها، فكل هذه شبلونات يعني بنقصقصها ومننقشها، وبعد ما ننقشها من لحمها بيطلع بالآخر عندنا منظر الفانوس. هذا بالنسبة للفوانيس. شغلات تانية مثلا زي أبريق القهوة هدول اللي هون برضه نفس الشيء، عندنا شبلونة وأحجام بنعلمها وبنقصصها وبنلحمها. والله هذه طبعا أنا تعلمتها من الوالد، ووالدي تعلمها من أبوه كمان، شايف علي كيف؟ بس أول كانت تختلف لأنه كانوا يشتغلوا بالأدوات المنزلية تبعت البيت، كانوا يسووا طناجر، صواني، مصافي والشوك والمعالق، كل اللي كانوا يستعملوها في البيت. بس اليوم بعد ما طلع الجديد والألمينيوم والستانلس والبارس هذا، صارت الأدوات اللي كانوا يستعملوها بالزمانات اليوم بس تفتح فنازل في البيت. فعشان هيك أنا اليوم بشتغل الشغلات اللي كانوا يشتغلوها أول، بس شغلات مودرن يعني اللي نمشي حالنا في الوضع. يعني هذه أنا بالنسبة إلي بحافظ عليها كمحافظة يعني تراث في الكلور مش أكثر من هيك. أما اليوم ما فيش عليها طلب زي أول. وأنا يعني بس بصلح للناس القطع القديمة اللي عندهم، بلمع لهم اياها وبنظف لهم اياها، حتى انه المصنوعات اللي عم نصنعها اليوم ما فيش لها سوق. لما بطلع بجيب بضاعه من الضفه الغربيه صعب اني ادخلها عن المحسوب، كثير مرات برجعوا لي فيها بضطر اني اخبيها الفها بكرتونه بجريد شو احطها بين الاجرين او مع سياره ثانيه، او اذا بدي اضطر اجيبها بالنقليات وادفع عليها مصاري بزياده. والله قبل كل شيء انا انولدت في القدس وساكن بداخل القدس الحمد لله رب العالمين في البلد القديمه، وما فيش مجال اني اطلع برا، ما بقدرش على المعيشه برا يعني، شايف المعيشه صعبه. وشيء ثاني بدي احافظ على تواجدي في البلد وعلى الصنعه هذه يعني، لانه ماتت الصنعه هي ما ضل لهاش امل يعني. وانا زلمه بحب القدس وبحب صنعتي يعني، شو بدي اسوي؟ ما فيش اللي مخرج ثاني يعني، الحمد لله رب العالمين. فاصل قصير نلتقيكم بعده مع الشأن السوري. وفيه الطائرات الروسية تستهدف مخيمات للنازحين غربي حلب.